ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك؟ عامله ايه؟ بس الحمد لله آه، كل شيء تمام. تمام. اخبار العمليه ايه؟ تمام، كل شيء كيما صورته اصلا، كيما كويس. النهارده كام يوم بعد العمليه؟ 4 ايام. الحمد لله الحمد لله. النهارده شلنا الدرنقه، الحمد لله تخلصتي من المشكله. صح. اهم حاجه عندي ان شاء الله نستمر على التدليك، جلسات التدليك الليمفاوي مع دكتور معتز، دكتور العلاج الطبيعي. نلبس الكوستي شهرين، ويا ريت ما تنسيش موضوع الدايت والرياضه عشان ده مهم قوي عشان يحافظ لك على النتيجه. تمام ان شاء الله. تمام، الف الحمد لله على سلامتك. شكرا. كنت نبغى نقول لك غتفهم بالفرنسي شويه نتكلم بيه. اه طبعا. شفتك بالانستغرام في الاول. تمام. تكلمت مع دكتوره ساندرا وكل شيء كان بالضبط زي ما توقعت. الحمد لله. واحسن شيء اني بامانه اللي جيت وريت، طلبت منك عمليه ثانيه قلت لي لا، حسيت بامان، حسيت بان ما زعلتيش لما قلت لك لا؟ لا ما زعلت. اصل في ناس بتزعل لما اقول لا. لا حسيت بالعكس، حسيت انه انا مع شخص امين عليه اللي هو، ومن اللي شفت النتيجه وبرضه النتيجه اللي قلت لي عليها ماشي بحال شيء كان ايماجينير، مش وهم. الحمد لله. هو يعني طبعا بشكرك على كلامك، وهو ده الاساس في التجميل، ان احنا بنعمل جراحه ولازم نقول الواقع ولازم نقول الحقيقه بالظبط. والمهم زي ما دايما بكررها ان حياه وسلامه وصحه الحاله اهم من النتيجه. النتيجه مهمه ولكن نمره 2، فكله مع بعض باكج واحد. ويعني مبسوطين ان انت طبعا مبسوطه. والله مبسوطه وان شاء الله تتبسطي اكتر. كل التيم كله الحمد لله، وحضرتك بالضبط بخصوص ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. ميرسي، الحمد لله على سلامتك. اشكرك يا فندم. تسلمي. شكرا.